أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكلمنا في الجلسة السابقة عن الغيبة الصغرى، وقلنا أنها ابتدأت من سنة 260 للهجرة وانتهت سنة 329 للهجرة، وذكرنا أن للإمام في هذه الغيبة نواب ينوبون عنه بحيث يتمكن الناس من التواصل مع الإمام عليه السلام من خلالهم. وقبل أن أبين لكم من هم هؤلاء النواب وما هي سيرتهم وحياتهم، أحب أن أذكر لكم شيئا، وهو أن النيابة لم تكن من الأمور المستحدثة في زمن الغيبة الصغرى، بل أنها كانت متعارفة في زمن الأئمة عليهم السلام، وهذا ما دلت عليه الأخبار الكثيرة. أذكر لكم جملة منها: حينما سأل علي بن المسيب الإمام الرضا عليه السلام، قال له: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ فقال عليه السلام: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. وهذا يبين لنا أن الإمام قد استناب زكريا على دين الله وجعله حجة للناس، حجة للناس بحيث يتمكنون من أخذ المعالم الدين منه. من لديه سؤال فليتفضل. تفضل. ما معنى السفراء؟ أحسنت. ما هو اسمك؟ عباس الحسن الهاشمي. عباس، أهلا يا عباس. سأل أخوكم عباس ما معنى السفراء، وقلنا أن السفراء هم أربعة الذين كانوا حلقة الوصل بين الإمام وشيعته، بحيث لم يتمكن الشيعة من الاتصال بالإمام إلا من خلال هؤلاء السفراء الأربعة. من لديه سؤال آخر فليتفضل. تفضل. ما وظيفة السفراء؟ أحسنت. ما هو اسمك؟ أبو الفضل الموسى. أحسنت يا أبو الفضل. سأل أخوكم أبو الفضل عن وظيفة السفراء الأربع، ما هي وظيفتهم؟ للجواب على ذلك أن وظيفة السفراء هي توصيل الأحكام والشؤون الدينية والاجتماعية إلى الإمام عليه السلام، ومن الإمام إلى الشيعة، وبهذا تكون لهم وظيفة لتبيين الأحكام الشرعية للناس وللشيعة. وبهذا الكلام ينتهي حديثنا، وصلى الله على محمد وآل محمد.